الألم مريحا، ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب، بمعنى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله يعني يأتي في هذه القضية، قال سيدنا يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا يا رب سبحان الله، يعني الشافعي في مرض، يعني أقوله فضفض تكلم، لا معلش، يعني يشكو إلى الله يقول أنا بخير حال، أنا في نعمة وفضل سبحان الله. يا سوى وتجلدي للشامتين أريهمه أني لريب الدهر لا أتضعف. يعني تخليها كده سبحان الله. أبو كدير الهذلي ومن عيون الشعر العرب. نعم. الإمام الشافعي في مرض موته خافوا عليه عالم المسلمين. الإمام الشافعي أتخيل لما يمرض. نعم. جابوا له طبيب فنظر إليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورع وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يا سلام. شوف 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 سبحان الله. يعني لما مرض أحمد وخاف الشافعي أن يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الإمام الشافعي أن يذهب العلم بذهاب أحمد سبحان الله. سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة أحمد مريضا. يا الله أين هذه الروح الجميلة؟ تواصل يا أخي، تواصل محبة في الله، أرقى شيء الحب في الله سبحان الله. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي عاد إلى بيته من عيادتك مريضا، فتحامل أحمد وذهب إلى شيخه. الله أكبر. فترجم الإمام الشافعي وقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. يا سلام.